مرة معكم خالد من RCA. ان شاء الله دائما تكون صح وسلامة ايجابية جماعة الخير في كل مكان وكل زمان. اسم الكافيه بروز اند كو براس الخيمة، من اقوى الكافيهات الموجودة في راس الخيمة. عنده شغلة كتير سبيشل بقدمها. موقع الكافيه وهي مصلى العيد، تمام، براس الخيمة، مقابله بالضبط عندكم بروز اند كو جنب لاين كوكيز، تمام. ما بتوح مكان مرة، فيري ايزي. طب خلينا نشوف الشغلات اللي بقدمها الكافيه ونحكي لكم عنها بالتفصيل. ليتس جو. Actually, the great surprise here, Mr. Shahid is the owner of Bruce & Co. He has that special amazing ingredient, okay? So guys, what I'm going to serve you today is our Nitro Elixir tea, which is made of fruits, herbal fruits, and this aids your digestion. It's our signature drink. And you must come and try this. It's raw tea, right? It's caffeine, without caffeine. It's something I don't want to explain so much over this. It's a must try. I promise you will not be disappointed. 100%. Basically tea, right? Correct. It's fruit tea, without tea. Caffeine. Fruit tea without caffeine. Yes, it's infused with nitrogen, so you get a nice bubble effect, smooth taste, texture to drop it down. مخلوط مع نيتروجين عشان يعطيك هذا الشعور زي غازي، شعور غازي الطيب لما تشرب تستمتع فيه عندك. So you have like tea and you have coffee, right? Correct. That's cold brew coffee, that's nitro coffee, and two flavors of different kinds of teas. Berry tea and apple elderflower. كركديه. فتعالوا جربوه، عن جد انه رائع جدا، فظيع. الشاي تبعه جبته خرافي. اعطانا طبعا That's the berry tea. Berry tea. Yeah. Berry tea. Rush hour berry. That's what it is. Chai toot rock. كل الشغل بروز أنكو عم بصير. Everything from A to Z is done in Bruz & Co. From scratch. From scratch, from A to Z, in this place. How is that? How is that? It's really good. Really good, صح؟ في خل داخل. في خل جواته، في خل. هي. ما تدش تغل. Really? It aids your digestion for هضم. عشان هضم، عشان digestion، عشان هضم. After eating, you enjoy this tea the most. دفع أنا وصلي بعد. لا, you will not sleep. ما في. Yeah. This is made by my great grandfather. Oh, mashallah. It's a 150-year-old recipe within our family. 150 years recipe. Yes, it's just passed on generations. My father knew it, now my mother knows it, and we make it. Ingredient نفسه من 150 سنة بتوارث الأجيال لوصل لهون. Mr. Shahid, amazing. والله. شكرا. والله. Thank you so much for the information. حبيبي. So sweet. Thank you. ما جماعة الخير، بروز & كو، one of the best coffee shops براس الخيمة زي ما اتفقنا، تمام. طالب فطور الحمد لله. خلدون صديقي جوا عم طالب برضو كمان فطور، فلازم نعطيها شوية ريفيو على الأكل أنا وياه، نشوف مين هو من أقوى أكل موجود ببروز & كو، تمام، على حسب رأيه يعني. فمستنى. أهلاً. أهلاً. كيف حالك؟ كيف حالك خلدون؟ مرحبا صديق. شفاكم. شو أخبارك؟ تمام. شفارك. أهلاً وسهلاً. شو أخبارك؟ شو جايب معك فطور؟ إذا شو فطور؟ شو عادي فطور، فطور زي فطور البني آدمين عادي. شو أخبارك أنت؟ كويس؟ أنا عمي الحمد لله كويس. الحمد لله. فطوري؟ شو فطور؟ طب شو فطورك؟ شو جايب؟ والله شو جايب؟ أنا سيدي اسمع يا سيدي اسمع. جايب معي أنا اللي هو اللي بسموه هولديز صوص، أوكي؟ تمام؟ مع الدو تبعهم. بالله عليك بندك. مصدق حالك بندك تيك. مصدق حالك بندك تيك. اه والله والله. انا يا سيدي العزيز شوف، خلينا نكمل. شوف ركز. اوكي اومليت، تمام، مع سبيشال بريد تبعهم، تمام ماشي، جرجير، صرت جرجير مع شويه بيبي توميتوز وجام. والله جميل جميل. امريكان كوفي بس من نيكاراغوا. نيكاراغوا. انترستينج انترستينج. من هناك لهون جاي هون بالضبط. اه والله خصوصي من هناك. حاب تجرب؟ نطب في الاكل. نطب في الاكل مين؟ اه طب نجرب. بندكت. بندكت ايج. اه
نعطيكم الصحة. بعطيش شوط لحد يحكي، بعطيش شوط لحد يحكي. طبقات طبقات والله طبقات. بسم الله الرحيم. كيف بس؟ طيبة ها؟ أحلى شيء بالصبح عن جد الفطور الصحي المرتب. أنا معك والله معك والله رائع متزن متوازن جدا متزن جدا خلطة حلوة سلطة برضو لازم نجرب سلطة جرب الدريسنج تبعها كيف عامل لازم نجرب يكون طيبة يا رب تكون طيبة طيب البريد جرب البريد العجيب بطيء بالريفيو تبعك أنت عملي فيها افندي دخلها لنا وشغل دخلات قلدني This is breakfast وعن جد breakfast لا أيوة ورجيني حضرتك شو أنا عندي يا معلم أفرجك جاهزين شباب ولا أقطع خنقطي 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 هلأ أنت هلأ هيك عم تعتبر أنت شرحت شو عندك على فكرة بين عايز ذاكي جد جد بين عايز ذاكي مش مزح مش كل حد عمل الفطور يعني الفطور رائع بيض مع التركي مرة تمام طيب بقول لك شكلها مرتب بس مشكلة تروح أنا فاهمان أنا مش هروح باي باي تكبر تكبر خدوا الفرصة على حبيبي باي 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 أعزل لكم محتوى يا جماعة الخير ثامز أب جدد في القناة أهلا وسهلا تعمل سبسكرايب شرفتوني طبعا أكيد وكافيه بروز اند كو من عن جد من أقوى الكافيهات براس الخيمة فعلا عندهم شغل كتير بتميزهم عن باقي الكافيهات ف just pay the visit وأعطيك ألف عافية يا رب والسلام.